وفقا لتقارير معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن 49% من إجمالي صادرات روسيا لأفريقيا سلاح، سواء لدول أو لجماعات، وده بينعكس بشكل رهيب على دعم الإرهاب وزيادة العنف وتفتيت الدولة الوطنية وتأكلها وزيادة الطائفية الدينية والقبلية، زي ما حصل باختراق إسرائيل للسودان ودعم انفصال الجنوب بغالبيته المسيحية عن الشمال بغالبيته المسلمة، على الرغم انهم لما اتفصلوا ما وقفتش الحروب داخل الدولتين. يعني قصة مسيحي ومسلم هي الخية اللي اتنصبت لتقسيم السودان شمال وجنوب. نفس الشيء في الصومال اللي انفصل جزء منها عند مدخل خليج عدن عنها بعد حرب أهلية استمرت 18 سنة، وأعلن الحقيقة الجزء الشمالي سنة 91 استقلاله وما اعترفتش بيه أي دولة في العالم. ثم تفاجئنا بإثيوبيا بتعقد معها اتفاق عسكري واقتصادي مع تجاهل حقوق الصومال، والأمور دي الحقيقة ما بتحلش، على العكس دي بتعقد الأمور. ناهيك عن أسباب تخص القارة الأفريقية وتزود معاناتها زي الجفاف في بعض المناطق اللي بيحصل معاه نزوح أو مجاعات وأمراض بتزود الصراع وبتسمح بزيادة مساحات التدخل تحت اسم المساعدة والدعم. إيران على سبيل المثال متوغلة في دول أفريقيا بمسميات التنمية والتعاون، بينما هي بتوسع نطاق تمددها العقائدي لحصار دول الخليج ومصر في ظهير أمنهم القومي. على سبيل المثال إيران افتتحت مركز تعليمي ومكتب لتنفيذ المشروعات في تنزانيا، ومركز الحقيقة للابتكار والتكنولوجيا في كينيا، وقدمت المساعدة لزيادة إنتاج البترول في ميناء مومباسا في كينيا، وافتتحت مكتب متخصص لتصدير منتجات التكنولوجيا الحيوية الإيرانية في أوغندا. أمريكا عملت نفس الشيء في أفريقيا من خلال إعلان قانون الفرص والنمو في أفريقيا المعروف باسم أجوا، اللي تم إطلاقه سنة 2000 والمفترض انتهاءه في سبتمبر 25 إن لم يجدد، واللي في ظاهره الرحمة وباطنه الاستغلال الرسمي فهمي نظمي. ليه؟ لأن القانون بيسمح بدخول الصادرات من الدول الموقعة والمؤهلة في البرنامج الإفريقي تدخل صادراتها لأمريكا من غير رسوم أو جمارك. لكن الحقيقة إيه البضائع اللي هي بتصدرها الدول الأفريقية لأمريكا؟ الحقيقة في غالبيتها مواد خام بتدخل أمريكا بأسعار بسيطة أو رخيصة، وبترجع أمريكا تصدرها للدول الأفريقية بأضعاف السعر. ده غير التهديد الأمريكي للدول اللي بتخرج عن طوعها بالخروج من هذا البرنامج الأمريكي. كل ده بيخلق أجواء تساعد على استنزاف أفريقيا واستغلالها إقليميا ودوليا وضياع فرص النمو من أهلها، اللي محتاجين إنهم يفهموا مدى قدراتهم وإمكانياتهم إنهم يحلوا المشكلات ويحدثوا التنمية في كل المجالات. بس لو كان صوتنا واحد وقررنا بيخدم المصلحة العامة للدول الأفريقية مش دولة لوحدها، علشان ما نتكلش الحقيقة من استعمار قديم بيجدد توبه طول الوقت وبيكمل استغلاله لقارتنا السمرة الغنية بناسها ومواردها. أفريقيا طيبين تقدر تعدي أزماتها لو بس نوحد قوة ناسها، لو نوحد هدفنا إحنا قوة. تحياتي لحضراتكم، ونكمل بعد الفاصل، ويا رب دايما تكون أفريقيا أرض أمان وسلام.